لن تجد مسجد على وجه الأرض إلا ولا بد أن يكون هناك شيء بين الإمام والمؤذن أو بين الإمام والمصلي، لأن الشيطان موجود يريد أن يفسد علينا هذا الاجتماع وهذه الصلوات. فإذا دخلت والإمام على أي هيئة تكبر تكبيرة الإحرام، لو كبرت تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود دخلت، أنت لم تدخل في الصلاة أصلا. هذا إذا وجدت الإمام قد شرع في الصلاة، ثم إذا سلم تقضي ما فاتك. إذا أدركت الإمام راكعا تعتد بهذه الركعة، قائم أو راكع تعتد بهذه الركعة، وإلا فقد فاتت الركعة. وإذا دخلت إلى المسجد وجدت أن الصلاة لم تبدأ بعد، أذن ودخلت إلى المسجد، ماذا تصنع؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: تكبر مباشرة وتصلي ركعتين. وبعض الناس هدانا الله إياه يدخل حتى يسمع هذا المؤذن السلام عليكم، أو ينظر في الساعة وينظر فيه، أو التفت يمين يسار. يا أخي، تدخل المسجد سكينة وقار، الحمد لله وجدت وقت صلي ركعتين. والبعض يقف أحيانا يعني 5 دقائق، نعم، فوت على نفسه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين كل أذانين صلاة. ويقتنم هذا الوقت أنه إذا صلى وهو ساجد يدعو، لأن الدعاء بين أذان وقامة استحب. إذا لم يؤذن المؤذن في أي وقت يدخل يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا. يا أخواننا، المسجد له أدب، بيع الآن وشراء في المساجد وإنشاء ضالة، والبعض يأكل ويشرب. لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد، لا مانع أنه يأكل ويشرب، لا مانع، لكن يجعل المساجد مكان للنوم دائما، يدخل الناس إلى صلاة الجماعة وهو نائم، يدخل إلى المسجد يعني بعض الأطعمة التي يعني فيها روائح، ثوم وبصل وكذا، أو يترك الطعام في المسجد، أو يأكل ما شاء الله. الآن نحن في الدرس وهذا يأكل ويشرب ومتكئ في آخر المسجد، سبحان الله. والله لو في بيتي ملك من الملوك ما يصنع هذا. والبعض يدخل بنعليه إلى المسجد ولا اهتم، صحيح؟ أي نعم. إذن المساجد بيوت الله، فإذا فرغ من الصلاة، صلاة الفريضة، ماذا يصنع؟ يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد صلاة، لا فريضة ولا نافلة. بل يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من الخلل عند بعض الناس، وهذا من الجهل، أنه بعد الصلاة يدعو. أنت الآن في الصلاة فرصة عظيمة لديك تدعو وأنت ساجد أو قبل التسليم، ثم بعد هذا ينصرف على ما ذكرنا، يقدم الرجل اليسرى ويدعو. طيب، يكبر تكبيرة الإحرام، استقبل القبلة، يقوم ولا بد من القيام في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا، يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد هذا يقول دعاء الاستفتاح بعد أن يضع باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، وضع هكذا أو قبض، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم
يستعين ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يكبر الركوع يركع ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده بين الركوع والرفع، وإذا استقام قال ربنا ولك الحمد، ثم يسجد على الأعضاء السبعة سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، لابد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي الأعلى المرة الثانية، أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك في الركوع لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم بهذا اللفظ سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد، ثم يجلس يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد الثانية والثالثة رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم للركعة الثانية، يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا دعاء استفتاح ولا استعاذة على قول، والغالب أن الثانية تكون دون الأولى في الغالب. نعم. متى يجهر؟ الجهر في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وكل صلاة يشرع لها اجتماع عام، لأننا أهل الإسلام عندنا اجتماع في البلدان واجتماع في الأعوام واجتماع للأمم. اجتماع في البلدان صلاة الجمعة اجتمع فيها الناس، إذن هذا الاجتماع للجمعة صلاة الجمعة يجهر فيها؟ نعم، لأن اجتماع. في العيدين يجهر في العيدين؟ نعم، اجتماع، هذا سنوي. واجتماع للأمة الإسلامية في الحج، لكن في الحج يصلي الناس الظهر والعصر، إذن لا جهر هنا. يجهر في صلاة الفجر وفي الأولين من المغرب والعشاء، وكذلك في الجمعة وفي الاستسقاء والكسوف. نعم. طيب، لو قال قائل لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، وأنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم. أما ما يتعلق ببقية يعني صفة الصلاة فقد يعني مر معنا في الدرس المهمة. بعد هذا نذكر يعني أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات. ترك الركن مبطل الصلاة، وكذلك ترك الشرط، لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، صلاة باطلة. ويقبل في ترك الواجب من واجبات الصلاة الجهل والنسيان، ولا يقبل فيه العمد. لو تعمد ترك التشهد الأول فصلاته باطلة، نسي التشهد الأول الصلاة صحيحة، جاهل وكان لا يدري أن التشهد الأول واجب من واجبة الصلاة ولم يجلس للتشهد فالصلاة صحيحة، ترك التشهد الأخير الصلاة باطلة، جاهل أو ناسي أو عامد. نعم. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النافلة. لو قال لك قائل ما السبب في أن العبادات كل عبادة فيها فرائض ونوافل، ما السبب؟ نعم، أوقف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لك أن تقول لما، تقول آمنت وصدقت وسلمت وأنا عبد سمعا وطاعة،
هذا أولا. الثاني جبر النقص الذي يكون في الفرائض. ولذلك من السنة أن تقول بعد الفريضة استغفر الله استغفر الله. يا أخي أنت أذنبت الآن حتى تستغفر بعد الصلاة؟ لا. طب لماذا تستغفر؟ تستغفر لأنه عمل الإنسان لابد أن يكون فيه نقص، صح؟ فاستغفر. لابد أن استغفر بعد الذنب؟ سبحان الله، من قال هذا؟ نعم. إذن شرعت النوافل حتى تجبر النقص الذي يكون في الفرائض، هذا قول. ويضاف إليه أن المؤمن يريد الزيادة في الإيمان، الإيمان يزيد. نعم، معتقد أهل السنة والجماعة فتح الله عليك. كيف يزيد من الإيمان؟ يزيد بالطاعات، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى النوافل، صح؟ وغيره. هو هذا زيادة إيمان، زيادة. يا أخي هو نفسه جبر ذكر أول درجات زيادة الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هو نفسه هو زيادة الإيمان. نعم، هو قال هذا جبر النقص، إذا ما عندكم شيء زائد. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكروا إذا ما عندنا شيء. أي هذه زيادة الإيمان تدخل فيها كل شيء. انتهينا. زيادة الإيمان وجبر النقص الذي يكون في الفرائض. طيب، السنة الفرائض ونوافل. قلنا النافلة عندنا إما مطلقة أو مقيدة. النوافل عندنا السنة الرواتب، سنن الرواتب. من يذكر لي السنن الرواتب؟ سميت السنن الرواتب بهذا الاسم لأنها مرتبة مع الفرائض. من يعرف السنن الرواتب؟ بسم الله ما شاء الله. ركعتين قبل الفجر، وركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طيب، كم هذه؟ إما 10 أو 12 أو 10 ركعات إذا اعتبرنا قبل الظهر ركعتين. طيب، هذه الرواتب كلها مثل بعض؟ لا، ركعتا الفجر تختلف عن بقية الرواتب في ماذا؟ في أمور، الله يفتح عليك. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. في الأجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا هذا اللي تراه وما فيها، خير من هذا. لو قال لك نعطيك هذا ركعتا الفجر خير من هذا كله، لا تتركها أبدا. الثالث قراءة خاصة فتح الله عليك، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون، وفي الثانية قل هو الله، الله يفتح عليك. نعم، هذا التوحيد يبدأ أول اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قل يا أيها الكافرون توحيد، العبودية، وسورة الإخلاص، والربوبية والأسماء والصفات. نعم، إذن يبدأ بالتوحيد، وكذلك في ركعتين المغرب يختم النهار بالتوحيد قراءة خاصة. السنة في أن تخفف دون إخلال بالصلاة. السنة فيها كذلك أن يضجع على شقه الأيمن، هذا إذا كان في بيته، أما في المسجد لا، بدعة. مرة أخرى 5 أشياء: قراءة خاصة،
فضل خاص تخفف دون إخلال في بيته. نعم، على شق الأيمن. أنا أخاف بعض الناس تقول تضجع الآن يعني إلى الظهر، الله أعلم. والخامس ما هو الخامس؟ من الأول، لا تترك في حضر ولا في سفر، مفهوم؟ طيب، هذه السنة الرواتب، فتح الله عليك. بعد السنة الرواتب في العالة العلماء يذكر ماذا؟ فتح الله عليك الوتر سنة مؤكدة. أقل الوتر، اتق الله، أقل الوتر 3 ركعات، خطأ. أقل الوتر 3 ركعات، هذا أقل الكمال، أقل الكمال، وأقل القليل ركع. قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر 1 ركعة وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. هذا قول أحمد: من ترك الوتر وهو يقدر عليه 1 ركعة، يقدر عليه في الغالب يقدر، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. وقت صلاة الوتر، أقل الوتر 3 ركعات، أقل الكمال، أقل القليل 1 ركعة، أكثر الوتر 11 ركعة. متى وقت صلاة الوتر؟ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. إذا كان في سفر، إذا كان في سفر وصلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، يصلي بعد العشاء مباشرة الوتر؟ نعم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: دخل وقت العشاء في حق هذا لأنه مسافر، مفهوم؟ طيب، الصفات الواردة في صلاة الوتر: صلي 1 ركعة. يا أخي أنا ما أريد أن تقول لهم صلوا 1 ركعة، هذا إشكال عندهم. يصلي 3 ركعات، إما أن يصلي 3 ركعات بتشهد واحد يجلس في الثالثة دون أن يجلس بعد الثانية في نهاية الثانية، يعني لا يجعلها كالمغرب، 3 ركعات بتشهد واحد يجلس في الثالثة، أو يصلي 2 ركعات ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذه 3 ركعات. 5 ركعات يصلي 5 ركعات بتشهد واحد يجلس في الخامسة، 7 ركعات بتشهد واحد يجلس في السابعة، 9 ركعات يجلس في الثامنة ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. كم تشهد؟ 2 تشهدين إلى 9. 11 ركعة، 2 ركعتين 2 ركعتين 2 ركعتين، ثم يوتر 1 ركعة، مفهوم؟ هذه الصفات الواردة والله أعلم في صلاة الوتر. اجلس، فتح الله عليك. كم بقي؟ 5 دقائق. الله المستعان. إذن الله أعلم، نكتفي. نعم، 10، خلاص نعطيهم 10. سبحانك اللهم وبحمدك، أنت استغفرك.